نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم. في التفاصيل، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي اليوم الاثنين أن الجامعة ستقاطع امتحانات الثلاثي الثاني في حال لم تجلس وزارة التربية إلى طاولة الحوار للتفاوض حول المطالب المهنية للقطاع والتي ضمنتها الجامعة في عديد المراسلات الموجهة لسلطة الإشراف. وأضاف الهواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن المقاطعة ستشمل فقط إجراء الامتحانات على أن يؤمن المربون السير العديل الدروس في جميع المؤسسات التربوية. وقال الهواشي أن قرار المقاطعة الذي اتخذته الجامعة في لقاء الجهات يأتي لعدم نجاح التحركات الاحتجاجية الأخرى والمتمثلة بالخصوص في حجب الأعداد الثلاثي الأول، لافتا إلى أن الجامعة لم تلمس أي تجاوب من سلطة الإشراف وهو ما أجبرها للتوجه نحو مقاطعة الامتحانات. وبين أنه في حال عدم نجاح مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني فإن الجامعة ستصعد نحو مقاطعة المناظرة الوطنية وامتحانات الثلاثي الثالث، وتتمثل المطالب المهنية وفق كاتب عام الجامعة في الحماية الاجتماعية وتطوير المقدرة الشرائية للمدرسين وتحسين ظروف العمل وتطوير والعناية بالرأس المالي البشرية. في موضوع آخر، عبر أفراد من عائلة الشهداء وجرحى الثورة عن غضبهم على أثر فاجعة اقدام جريح الثورة محمد الشابي على إضرام النار في جسده يوم السبت المنقذ أمام مقر ولاية نابل، وأكدوا أنهم سيواصلون النضال من أجل حقوقهم وأنها ستكون محطات نضالية حاسمة في تاريخ البلاد والثورة. ودعت عائلة الشهداء والجرحى في بيان صادر عنها اليوم كل الأصوات الحرة والمنظمات والجمعيات الوطنية إلى الالتفاف حول مطالب الشهداء والجرحى من أجل استكمال المسار ومحاسبة المسؤولين الذين دفعوا بمحمد الشابي وغيره لليأس والموتى وافتكاك حقوقهم التي نضلوا من أجلها طيلة أكثر من عقد من الزمن. وكان جريح الثورة الفقيد محمد الشابي أب لثلاثة أطفال أقدم يوم السبت الماضي على إضرام النار في جسده في مدينة نابل بسبب ظروفه الاجتماعية. قالت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي اليوم الاثنين أن تونس من بين البلدان الأكثر هشاشة لتأثيرات التغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في ندوة بالعاصمة لإطلاق الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية. وبينت وزيرة البيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تونس تعد من أكثر الدول تضررا من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في مستوى شح مياه الأمطار، ملاحظة أن التغيرات المناخية تفرض اعتماد سلوكيات تساعد على التأقلم مع تأثيرات الظرف المناخي المتغير باستمرار من بينها الانخراط في ترشيد الموارد المائية. واعتبرت الشيخاوي أن النساء في الوسط الريفي من الفئات الهشة الأكثر تأثرا بهذه التغيرات، وهو ما فرض إطلاق الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية من أجل تخفيف حدة هذه التغيرات على النساء ودعم قدرتهن على التأقلم. أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم على جلسة عمل شارك فيها المديرون الجهويون للعدل بالكاف والجسر وباجة بحضور رئيس ديوان الوزيرة وعضو الديوان المكلف بمتابعة الإدارات الجهوية ومديرة البناءات بوزارة العدل، وذلك بغاية وضع خطة استعجالية للتدخل والحد من التأثيرات السلبية للتقلبات الطقس وتأثيرها على سير العمل بالمحاكم والمرافق العدلية بهذه الجهات على غرار عين دراهم ومكثر وبوسالم وغار الدماء، وذلك من خلال مراقبة أجهزة التدفئة والسخانات المركزية وتعهدها بالصيانة، إلى جانب مزيد الاهتمام بالبنية التحتية وتفادي التأثيرات الجانبية للعوامل المناخية عليها بما يستدعي التدخل الفوري والعاجل عند الضرورة. كما اهتمت الوزيرة في الجانب المقابل بظروف عمل السادة القضاة والكتبة والأعوان الإداريين العاملين بالمؤسسات القضائية بهذه الجهات بالخصوص، موصية بضرورة أن تكون إدارة العدالة قريبة منهم وفي تفاعل حيني مع ما يستحقونه من دعم ومساندة في هذا الظرف الاستثنائي. في أخبار العالم، وقعت الجزائر وإيطاليا الاثنين 5 مذكرات شراكة وتعاون في عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية، وجاء ذلك عقب محادثات أجرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونية التي تجري زيارة غير محددة المدة إلى البلاد وفق ما بثه التلفزيون الرسمي.
وشملت المراسم توقيع شركة المحروقة الحكومية الجزائرية سونيتراك ومجموعة الطاقة الإيطالية إني على مذكرتي تعاون، وتتعلق الأولى بتعزيز قدرات النقل الغاز والثانية بالحد من انبعاثات الغازات المحترقة من خلال حلول تكنولوجية. كما وقع مجلس التجديد الجزائري مذكرة تعاون وشراكة مع اتحاد الصناعة الإيطالية. إضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تعاون بين وكالتي الفضاء في البلدين موجهة للأنشطة السلمية بحسب التلفزيون الجزائرية. أما المذكرة الأخيرة فهي إعلان مشترك بالنسبة للذكرى 20 لتوقيع معهد الصداقة وحسن الجوار بين البلدين. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية حالة طوارئ طبية في إقليم يونامي، أكبر محمية للسكان الأصليين في البلاد على الحدود مع فنزويلا، بعد تقارير عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية وأمراض أخرى ناجمة عن تعدين الذهب غير القانونية. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 29 جانفي 2023. قالت المترشحة للدور الثاني من الانتخابات التشريعية عن دائرة الشرار منزل المهيري نصر الله بوثينة بالحاج أنها ستعمل على تشجيع صغار الفلاحين والحرفيين والقطع مع أشكال العمل الهش والاستغلال، إلى جانب العناية بالبحث العلمي والباحثين والطلبة. بوثينة بن الحاج مرشحة مستقلة للانتخابات التشريعية 2022-2023 عن الدائرة الانتخابية شراردة منزل مهيري نصر الله، وهذه مناسبة لأتقدم بالشكر الموصول لكل من وثق بي ودعمني وسندني في هذه المحطة المفصلية. أتقدم لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي من منطق الإيمان والوعي الراسخ بما تحتاجه منطقتنا من أبنائها للأخذ بزمام المبادرة والتحلي بروح المسؤولية والنهوض بواقع البلاد وتغيير الوضع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي ومكافحة كل أشكال التمييز، وأيضا مساهمة من كل أشكال التمييز بين الجهات ومكافحة كل مظاهر الفساد، وأيضا مساهمة مني في تعزيز مكانة المرأة كذات فاعلة في الحياة السياسية والعمل على إنجاح مسار 25 جويلية الذي جاء من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية المتردية نتيجة سياسات وخيارات العشرية الماضية. عندي في المجال السياسي تعزيز سلطة الشعب، ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية. المجال الاقتصادي، الأمن الغذائي أولوية مطلقة، تطوير الفلاحة البيولوجية، تشجيع صغار الفلاحين والحرفيين، توسيع المناطق السقوية، تطوير الصناعات التحويلية، اعتماد جباية عادلة. المجال الاجتماعي، اعتماد منوال تنموي يحقق العدالة الاجتماعية والرفاه، ضمان العيش الكريم لكل مواطن، القطع مع كل أشكال العمل الهش والاستغلال، العناية بالمرأة العاملة في القطاع الفلاحي. على مجالات أخرى، التعليم أولوية مطلقة، عناية بالبحث العلمي والباحثين والطلبة، حل معضلة الهجرة اليد العاملة والأدمغة، تشغيل أصحاب الشهائد، إدارة ذكية واعتماد سلم أجور عادلة. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 29 جانفي 2023. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جامعة التعليم الأساسي تتجه نحو مقاطعة امتحانات الثلاث الثاني. وعلى أثر إضرام أحد جرحى ثور النار في جسده، عائلة الشهداء والجرحى تؤكد أن المحطات النضالية القادمة ستكون حاسمة. والبرازيل تعلن حالة الطوارئ الصحية في أكبر محمية للسكان الأصليين. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.